السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. كما العادة وفي اليوم الأول من منافسات كرة ديال الألعاب الأولمبية اللي كتقام في باريس، كان المنتخب الأولمبي المغربي على موعد مع التألق والتميز، خطف ليه الأضواء وجذب ليه الانتباه ديال كلشي، وهذا الشيء ما بقاش غريب علينا. الماتش ديال المغرب هو بوحده اللي الملعب ديالو كان كومبلي وكله تقريبا بالحمر بحال داك الشيء ديال قطر، وهذا بلان مفرفر للضمير بالنسبه لك يقدر يبان عادي، لكن هذا راه دليل ديال الانتشار والسيطره. المغرب راه ما لعبش مع شي منتخب عادي، المغرب راه لعب مع منتخب دخل لابس شخصيه بطل العالم وكاس كوبا امريكا يلا خداها السيمانه اللي فاتت، ومع ذلك بطل العالم وبطل امريكا الجنوبيه ومدلل صحاب الحال من الفوق، فرح فرحة هستيرية وكانت غير تعادل. راه الهربة أمور الصادق، راك كتعيش دابا النشوة ديال الشامبيونز ليغ اللي كنا هضرنا عليها شحال هادي، والحمد لله يلا بدات كتفهم. كاملين شفتو التحيز الكبير وهاديك العنصرية المبالغ فيها، واللي كان باين أنه باغين يقطعوا علينا الطريق بأي وسيلة، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. غادي نمشي ديريكت للصحافة العالمية وغادي نختار لكم الرواية ديال الغرب اللي دايرة وغادي نعودها لكم كما هي، تبعوا معي. المغرب الأرجنتين مباراة أسطورية غير مفهومة، هاد الشي طرا في الدقيقة 16 من الوقت البدل الضائع، واللي ميدينا غادي يسجل هدف التعادل للأرجنتين. غير تماركا البيت غتقلب الدنيا، حيت المغاربة اللي كانوا معمرين جنبات الملعب غادي يبقاو يرميو على التيران الحجر والقراعي الزجاجية. الملعب اللي كان كومبلي وفيه تقريبا 30,000 مشجع في ملعب جوفري غيتار في سانتيتيان، اللعابة الأرجنتينيين بالخلعة غادي يهربوا الغرف الملابس، تما غتفرقع واحد القنبولة من قنابل عشورة اللي غتخلع حتى المدرب، ووفقا للتقارير أولية الناخب الأرجنتيني خافير ماسكيرانو غيطلح على كرسو حتى هو بالخلعة. مكبرات الصوت غادا تطلب من المشجعين باش يغادروا أرضية الملعب، وبانت على شاشات الفيديو اللي كاينة في الملعب عبارة مكتوبة فيها صافي سالات الحفلة اللي عنده شي دار يمشي ليها. ومباشرة من بعدها غاد تدخل أفواج كبيرة ديال الشرطة غادا تخوي تيران بنجاح. تيران غادي يخوى غيبقاو فيه غير المشجعين الأرجنتينيين اللي ما كانوش بزاف، بقاو على ما يمشيو المغاربة. وفاض اللحظة المنتخب الارجنتيني غادي يخرج وغادي يمشي عند هادوك المشجعين وغيبقى يتصور معاهم الصور ديال السيلفي للذكرى. بعد صافره الحكم اللي علنات انتهاء المباراه، وبعد 90 دقيقه الجماهير اللي كانت في الملعب مشات، والجماهير اللي كانت في القهاوي حتى هي مشات، ودارت الاستوديوهات التحليليه وسالات، غيتفاجئ العالم بعوده الفرق بجوج الارضيات الملعب كيتقدمهم الحكم السويدي، رجعهم باش يقول لهم ان الهدف ملغي حيت كان في حاله تسلل. كان من الواضح سماع صراخ ماسكيرانو اللي كان لاعب سابق لليفربول وبرشلونه، واللي قال هذا اكبر سيرك شفته في حياتي. المغرب والارجنتين غادي يلعبوا 3 دقائق بلا جمهور، وفي الاخر الحكم السويدي غادي يعلن صافره النهايه ديال المباراه بفوز المغرب 2-1، ويا لها من فضيحه. راه تلوحة وتهرب أمور الصادق. هو في الحقيقة الخطة ديال اليوم قاع ما صدقات ليهم، حيت الحكام والفار قاع ما تقنوا الدور ديالهم والمسرحية. هادي 100% جاهم تليفون من الفوق قالوا ليهم الغيو الهدف. المهم أمور الصادق باش تفتتح هاد الأولمبيات بالأهداف والفرجة والجمهور والتشويق والإثارة والدراما وتربح بطل العالم المصنف الأول، راه خاص تكون شريف ولد الشرفة. وعاوتاني غتحرك الخوارزميات وسميات المغرب غادا تدور كاع العالم، وبصبع غيحمقو غير القجع. اللي باقي هو انه حذاري من الغرور، حيت هادي هي الارجنتين اللي كانت خسرات الماتش الاول ديالها في قطر مع السعوديه وربحات كاس العالم في طريق مسرح. حنا ان شاء الله بهذا الفوز ولا تصدرنا المجموعه راه خدينا ليها هذيك الطريق. وهو بصراحه من هذا الشيء اللي تيطرى راه المغرب هو اللي كان يستحق يربح كاس العالم ديال قطر لولا الخشونه ديال ولاد العبد. راه الهربه امولاي الصادق 15 دقيقه كامله زادوها، هذا راه شوط كامل زادوه. 15 دقيقه في ايام كورونا
ميسر راح طمات الرقم القياسي تولد فيها نص مليون. اليوم المغرب راه هزم الأرجنتين وهزم معاه أصحاب الحال والفيفا وفرنسا البلد المنظم وحتى بنتها اللي مورا البحر. إلا كانت الجزائر مسكينة مازال كتسنى الماتش ديال الكاميرون يتعاود في إفريقيا، فالمغرب السبع قدر يجر الأرجنتين صحة بعد 90 دقيقة وحيد لها البيت. وما تفاجئوش إلا جات شي غرامة ولا شي عقوبة بسبب دخول المشجعين لأرضية الملعب، هادشي راه عادي وما أصلا راه ما حاملينكش وما تصرطاتش ليهم حيت دخلتي معاهم تانتايا في الكليكة ديال الشامبيونز ليغ. فرنسا أمولاي الصديق راه هي فرنسا الخبيثة العنصرية، لكن الحمد لله داكشي اللي دارت في قطر سبحان الله عجزات ديرو اليوم في قلب دارها، وهنيئا لكم. المهم اللي بغى يسمع بكاء الأرجنتين يمشي غير لوجدة، راه الهربة أمولاي الصديق. المغرب او الاصل والبكي تقلب